اليوم طلبة الطب والصيدلة كيعبروا على الاستياء ديالهم من ظروف التكوين المزرية اللي كيعانوا بها، غياب التأطير في المستشفيات الجامعية، وغياب المعدات الطبية والمعدات الأعمال التطبيقية. إذن اليوم القطاع الصحي بالمغرب كيعاني مجموعة من المشاكل، إلا بغينا نحلوهم كيخصنا نرجعوا للأساس. الأساس هما الطلبة اللي عايشين وسط هذه المشاكل، واللي إلا سمعنا لهم ولا خدينا الآراء ديالهم بعين الاعتبار، فراه غادي نوصلوا للحل الناجح والحل الناجع والدائم لمشكل القطاع الصحي بالمغرب. اليوم الدولة تتخسر على الطالب المغربي من المستوى الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، وفي المسار الجامعي ديالو كلشي كتكفل به الدولة. إذن هذا الطالب المغربي إلا حسنا من جودة التكوين ديالو ووفرنا له ظروف الملائمه للعمل بالنسبه للاطباء والصيادله، فراه غيبقاو باش يخدموا في بلادهم، وغادي نحلوا اهم مشكل اللي كنعانوا منه حاليا اللي هو هجره الادمغه. اذا الا بقينا في بلادنا وخدمنا في احسن ظروف غادي نزيدوا في البلاد ديالنا القدام. عندنا جوج ديال المشاكل غادي خصهم الحل، هما مشكل التكوين اللي تيخصنا نخدموا عليه وتيخصنا نحسدوا الثغرات ديالو، ومشكل ظروف العمل بالنسبه للاطباء والصيادله. الا بقاو في البلاد فالبحوث العلميه اللي غادي يكتشفوها لنا الاطباء والصيادله غادي تحسب لبلادنا، والتقدم العلمي غادي يبدا عندنا في المغرب، وان شاء الله القطاع الصحي غادي يتطور. اليوم حنايا كنكملوا المسلسل النضالي ديالنا اللي كان بادي بمجموعه من الانزالات المحليه وانزالات وطنيه ومقاطعات، وكمل بمقاطعه مفتوحه للامتحانات والتي تخولت بنجاح. اليوم حنا عندنا بزاف ديال المطالب اللي كنشوفوا للاسف انه ما كايناش اجابه، ما كايناش حلول واقعيه، كاين مجموعه من الوعود الفارغه وحبر على ورق. وهذا الشيء الا كان حنا ما بغيناش التجربه ديال 2019 تعاود، انهم يعطيونا وعود فارغه وما يوفيوش بها لحد 2024. حنا بغينا الاصلاح على ارض الواقع، اصلاح ملموس، لان المطالب ديالنا واخا يقولوا كبيره حتى كيعياو، ما كبيره ما والو. حنا الهدف ديالنا كان هو جوده تكوين الطالب والطالبه المغربيه، جوده الصحه ديال المواطن والمواطنه المغربيه. ما يمكنش طبيب او صيدلي يبقى عايش بلا تاطير في التدريب الاستشفائيه، بلا مكان فين يقرا، بلا معدات فين يتدرب. ما كاينينش تدريب بزاف لا في مستوى المستشفيات الجامعيه، ما كاينش تاطير، ما كاينش تدريب في مختبرات صناعه الادويه، مختبرات البيولوجيا بالنسبه لطلبه الطب. واخيرا اهم حاجه عندنا في هذه المهنه النبيله هي التخصص والهيكل السلكتاريت اللي ماشي غير واضحه جدا، وكيتاخذوا فيها قرارات احاديه كتنزل من الفوق بدون اشراك زعما واضح للطلبه وللممثلي الطلبه. وهذا الشيء كامل كنقولوا وكنعاودوا، حنا راه ماشي باغيين نخرجوا، حنا لا بالعكس كنقراو وباغيين نقراو، ولكن الهدف ديالنا هو الجوده ديالنا تكون مزيان، حيت انا ما نبغيش نخرج ولا يشرفوني نخرج ما نبنياش مزيان ولا ما قاريش مزيان، وفي الاخر نادي صحه المواطن والمواطنه المغربيه. المهم حنا من بعد صدور القرار القاضي بتخفيض سنوات الطب من سبع الى ست سنوات، عاش التلاميذ واحد الضبابيه لمده سنتين، ما عارفينش، ما كاينش اجراءات مواكبه، ما كاينش اصلاحات اللي تصاحب هاد الماسيفيكاسيون ديال الاعداد اللي كتزاد 20% في كل بروموسيون، وطالبه عياو من الانتظار وعياو من انهم يطلبوا الفتح باب الحوار مع الوزارتين دون جواب. ديما كانوا كيعطيونا واحد لي ديلي اللي ما عمرهم ما كانوا كيتحترموا، على اساس راه غادي يوضحوا لينا شنو كاين من بعد هذا القرار وغادي يكونوا اجراءات مصاحبه، ولكن بدون جدوى. هذا العام هذا درنا معاهم فتحنا طاوله الحوار، واحد الاجتماعات كانت ماراطونيه في الويكاند، ما كان تنخرجوا حتى 8 د الليل باش نلقاو حلول. مورا تم التقديم ديال واحد البي في اللي كان غيكون محضر اجتماع على اساس غادي يكون فيه حلول ملموسه وعلى ارض الواقع، ولكن كان العكس ديال هذاك الشيء، لقينا غير ديلي اللي ما عمرهم ما تحترموا، اللي طرحوا اسئله اكثر من انهم جابوا على اسئله اخرى. وهذا الشيء اللي خلى لي زيتوديون انهم يعبروا على الغضب ديالهم من بعد الخطوات الصعيديه اللي كانت انزال وطني، وقفات واضرابات اللي كيعبروا فيها التلاميذ على الطلبه على الغضب ديالهم وعلى هاد النيجليجونس اللي كيحسوا بها. واليوم قررنا نديروا واحد الوقفه لحقاش باب الحوار عاوتاني تسد دو سيمين من مور البويكوت ديال لي زيكزام، المقاطعه ديال لي زيكزام اللي كانت 100% على شيل ناسيونال، راه حتى اليوم الفاكولتي ديال الراشيديه حتى هما كانت عندهم المقاطعه 100%.
باش تعرفوا بالله ان المشكل هو على الصعيد الوطني، وان كاع التلاميذ كاع الطلبه كيحسوا بهذه الضبابيه وهذه المشاكل اللي كنحسوا بها. واليوم جاوا التلاميذ اللي عبروا في هذه الوقفه، وكان واحد الشعار اللي فيه السيستم ديفايونس سببه هما نتوما، حيت ماشي الطلبه هما اللي خالقين هذا المشكل، مي المسؤولين اللي كيقرروا قرارات عموديه وما كياخذوش فيها بعين اعتبار التلاميذ والطلبه والمشاكل اللي كيعانيوا منها.